السلام عليكم احباب نكساس جيمر. اليوم ساتحدث عن كيف تستمتع بلعبات اوفلاين يعني بدون انترنت، اي اننا سوف نشرح طريقه كيف تقوم بتحميل الالعاب بدون يعني وتشغيلها في حاسوبك بدون انترنت وبدون حاجه للاتصال بالانترنت، يعني كحلقه نمنحها للاشخاص الذين لا يستطيعون او لا يملكون الانترنت في بيوتهم او غير ذلك. اذا سوف اشرح لكم اليوم طريقة كيف تستمتع بلعبة من العاب جهاز الحاسوب، وهي لعبة روم توتال وار. سوف نشرح هذه اللعبة. قبل ان نشرحها سوف اولا علينا ان نعرف ماذا سوف نحتاج كي نقوم بتحميل الالعاب الخاصة بالحاسوب بدون انترنت. شرحنا الكثير من الألعاب التي تشتغل عبر الانترنت، الآن سوف نقوم ببعض الحلقات التي تشرح الألعاب بدون انترنت. مثلا كنموذج الذي لدينا اليوم، إذا ماذا سوف نحتاج كي نقوم بتحميل الألعاب التي يعني يمكننا تشغيلها في حاسوبنا بدون انترنت؟ ما سوف نحتاجه بطبيعة الحال يا أصدقائي، سنحتاج برنامج تورنت، أفضل شيء وأن تقوم بتحميل الألعاب بواسطة برنامج التورنت. إذا نحتاج أولا برنامج اسمه إي تورنت، نكتبه بهذا الشكل، سوف يتم يعني تصحيح الكلمة من طرف جوجل، بعد ذلك سيظهر لنا الموقع. هذا هو الموقع، هذا هو اسمه وهذه هي صورته. نقوم بتحميل البرنامج بالضغط هنا مباشرة من الموقع الرسمي، فهو برنامج مجاني بطبيعة الحال. بعد ما تدخل الموقع الرسمي سوف تجد هذه الكلمة، هي كلمة التحميل، سوف تضغط عليها هكذا مباشرة. سوف ننتظر قليلا مباشرة يظهر معنا تحميل البرنامج. نختار له المكان الذي سوف نجد فيه البرنامج بعد التحميل، نضع مثلا هنا، نضغط على السيف. اذا هنا الان يقوم بتحميل البرنامج. حجمه 17 ميجا فقط. اذا بعد تحميله سوف تجده في المكان الذي وضعته فيه. هما تبدأ هنا تضغط عليه مباشرة كي يبدأ بالتثبيت. أنا سبق ولدي يعني متبغى الأمر هكذا لأنه سبق ولدي هنا مثبت على الحاسوب. إذا لا تعرف يعني طريقة التثبيت سهلة جدا، next 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 كما العادة. سنأتي إلى الخطوة الثانية. الخطوة الثانية هي أن نجد الموقع الذي يقوم يعني الذي يمكنك أن تحمل منه ألعاب التورنت، يعني ألعاب التورنت. وأحيانا يعني في ألعاب التورنت تجد ألعاب يعني يقوم الآخرون بشرائها لكنها متوفرة في التورنت بشكل مجاني وبدون تضييع مالك نهائيا. إذا هناك الكثير من المواقع التي فيها ألعاب التورنت، فقط تكتبها في جوجل وسوف يأتيك الكثير من المواقع. وكسبيل المثال سوف نعمل على موقع اليوم، وهو يعني الموقع كسبيل المثال هو موقع اسمه oldpcgaming.net، هذا هو الموقع، سوف أتركه لكم أسفل الفيديو. إذا هذا الموقع فيه هذا الموقع صادق، نعم في يمكنك أن تحمل فيه الألعاب. أنا يعني شخصيا أقوم بتحميل منه الألعاب. في هنا الألعاب، أنواع الألعاب لديك هنا، أنواع ألعاب استراتيجية، ألعاب الرياضة، ألعاب المحاكاة للحياة الواقعية، ألعاب للار بي جي يعني الأوبن وورد التي تشبه الجي تي أ، وثم هنا ألعاب السباقات والكثير من الألعاب الأخرى، المغامرات هنا، ثم هنا إطلاق النار وغير ذلك. إذا أو تأتي إلى هنا، تأتي إلى هنا ريسيرش في هذا المكان، تضع اسم اللعبة التي تريدها. إذا نحن سوف نكتب اسم اللعبة التي سوف نقوم بتجربتها اليوم، سوف أكتب روم توتال
توتال الوار سبق وكتبتها هنا. ثم اضغط على ريشيرش او اضغط على انتر مباشرة على لوح المفاتيح. اذا بعد البحث سوف تظهر معك الالعاب يعني اسم اللعبة التي تبحث عنها. اذا هذه هي اللعبة التي نبحث عنها بطبيعة الحال هذه هي. اذا اضغط مباشرة على continue reading هنا ثم انتظر. اذا هذه بعد ان تضغط هناك سوف تظهر معك هذه الصفحة وهي صفحة تحميل اللعبة. يعني تنزل الاسفل تريد ان تشاهد فيديو حول اللعبة فتضغط هنا تشاهد الفيديو حول اللعبة كيف تبدو. ثم هذه بعض الصور كي تشاهد صور اللعبة كيف هي. اذا ثم ناتي الى التحميل. التحميل هناك لديك طريقتين هنا اللينكات ثم لديك هنا الميجا لينك. الميجا لينك هي يقوم بربط الاتصال مع التورنت برنامج التورنت الذي قمت بتثبيته فيقوم يعني بتحميل اللعبة بشكل سريع جدا. مثلا فقط تضغط هنا لتحميل اللعبة ثم تضغط هنا على الالو هنا ومباشرة سوف يدخل الى التورنت الخاص بك. سوف تظهر معك هذه الصفحة صفحة برنامج التورنت هي وهناك يعطيك معلومات. ننتظر قليلا حتى تظهر معلومات اللعبة هنا. بعد الانتظار قليلا سوف تظهر معك معلومات اللعبة. اذا هذه هي اللعبة وهنا حجمها فكما ترى هنا حجم اللعبة صغير وهو 1 جيجا فقط فاصل 44 اذا 1 جيجا فقط. ثم لديك هنا مساحة الموجودة لديك على حاسوبك. اذا هذا كل ما تبقى عندي. اذا فقط لتبدأ بتحميل اللعبة فقط اضغط على اوكي هكذا. اذا كانت لديك العديد من الملفات هنا ويمكنك الاستغناء عن بعض الملفات فانت تستطيع ان تنزع العلامة من بعض الملفات التي لا تريد ان تقوم بتحميلها. اما اذا كنت تريد ان تحمل بطبيعة الحال ملفات اللعبة المهمة جدا وغير ذلك فتتركها كما هي ثم تضغط على اوكي. بعد ان تضغط على اوكي فكما ترى هنا الان يعني يبدأ بتحميل اللعبة. انا سبق لي وتركت هذه اللعبة الثانية هذه لعبة ثانية. هذه اللعبة مثلا سوف تبدأ معك بالتحميل كما هي سوف ننزل هذه. اذا سوف تبدأ بالتحميل كما ترى هنا. اذا اصبحت لديك هذه الارقام تمشي يعني هكذا يعني تمشي هكذا فهذا يعني بان اللعبة صالحة وفقط عليك انتظار التحميل. اما اذا كان هنا لون احمر اذا كان لديك هنا لون احمر داكن او المهم اللون الاحمر بدون يعني لون اخر من غير لون اخضر فاعلم ان هذه اللعبة فيها مشكلة في التحميل فلا داعي للانتظار فقط قم بازالتها ومحاولة تحميلها من موقع اخر. اذا الان بعد ان تنتظر قليلا تنتظر التحميل فقط تضغط عليه مرتين دوبل كليك على اللعبة ثم سوف تنتقل مباشرة الى الصفحة التي يعني حملت فيه اللعبة. اذا فكما ترى معي هنا فالمكان الذي وضعت تضع التورنت الملفات هو هذا المكان الخاص بالدونالدز يعني التحميلات. اذا فهذه هي اللعبة التي قمنا بتحميلها هذه هي 1 جيجا و 44 بعد انتظار التحميل. اذا فقط تقوم بفك الضغط عن اللعبة تضغط عليها مباشرة هنا ثم تضغط تزيل هنا ثم تضغط على هذا الرأس هذا الشيخ الكبير ثم تضغط على فينيش. بعد ان تضغط على فينيش تنتظر قليلا حتى تنتهي بعض الملفات. بعد ذلك سوف يظهر لك ملف اللعبة سيظهر معك بعد ذلك ملف اللعبة على الشكل التالي مباشرة. اذا مباشرة فقط بعد فك الضغط عن اللعبة سوف تشتغل معك مباشرة. اذا تضغط هنا ثم تضغط على انتر لفتح اللعبة. اذا بعد ان تدخل الى اللعبة سوف ترى بعض الامور هنا. سوف اشرح جميع الاشياء المتعلقة باللعبة. اذا لدينا هنا سينجل بلاير هي ان تلعب انت وحدك هنا كي يعني تكمل على ما سجلت فيه يعني ما سجلته لانه يمكنك ان تقوم بتسجيل اللعبة. ثم هنا ذاك الملتي بلاير اذا كنت تريد ان تلعب اونلاين
ثم هنا بطبيعة الحال مرة أخرى إذا كنت تريد أن تبدأ من المكان الذي تركت فيه اللعبة، ندخل إلى سينجل بلاير. سينجل بلاير وهو أن تلعب وحدك. لديك هنا نيو جيم أن تبدأ يعني وحدك، أقصد لديك البرو عفوا لديك البرولوج. هنا البرولوج يعطيك أولا قبل أن تلعب يعطيك تدريبات، تقوم بتدريبات هنا، تقوم بتدريبات. ثم هنا لديك يعني اللعبة الرئيسية. ثم هنا تريد أن تلعب يعني حرب تاريخية كبرى. ثم هنا تريد أن تلعب يعني حرب عادية، تقوم أنت يعني باختيار الفرق وغير ذلك. إذا سوف أشرح بعض الأمور. أولا إذا اتجهت إلى هنا Imperial Company طبيعة الحال لكي تبدأ، سوف تلاحظ بعض الأشياء. سوف تلاحظ أن هناك ثلاث اختيارات فقط، لديك ثلاث اختيارات فقط. إذا ما هو الخطأ الذي قمنا به؟ سوف أخبركم بذلك. إذا كنت لا تريد مثلا أن يعطوك ثلاث اختيارات فقط، عليك أن تضغط هنا على الأيقونة الثانية. الأيقونة الثانية خاصة بالباربيان كما هو مكتوب هنا، يعني كما هو مكتوب بالأسفل باربيان انفيجن، يعني هذا هو مود جاء مع اللعبة. إذا كنت قد قمت بتحميل اللعبة بدون باربيان انفيجن وهذا المود، فيمكنك أن تقوم بتحميله يعني وحده، لكن في المكان يعني في الموقع الذي قمنا فيه بتحميل اللعبة جاء معه هذا المود مباشرة. إذا فقط نضغط هنا ثم انتر لندخل إلى اللعبة. إذا الآن نبدأ في شرح اللعبة. إذا ندخل إلى سنجل باير الآن ثم إلى مين كومبلي. إذا سوف عندما ترى الواجهة سوف تعتقد بأنهما يعني متشابهتان، يعني نفسها، لكن فكما ترى هناك شبه كبير بين الاثنين. انظر الآن لديك العديد من الاختيارات، تختار هنا الاختيار الذي تريد والذي يناسبك. إذن أول شيء هنا لديك الاختيارات، هنا تختار ما هي يعني المنطقة التي تريد يعني أن تصبح، أو ما هو الفريق الذي تريد أن يصبح فريقك. لديك هنا الهانس، هنا الجوتس، ثم طبيعة الحال يعطيك هنا معلومات حول كل يعني منطقة وكل جيش اخترته، يعطيك هنا معلومات عليه. ثم هنا هذا لديك السارماتيانس، الفاندلز، الألماني، هنا الساسانيد امباير. الساسانيد هي الحضارة الإسلامية، مثلا الفورس، هؤلاء هم الفورس، قوة الفورس يعني. ثم هنا لدينا الساكسونز هنا، ثم لدينا الجيرماني، وأيضا لدينا الروم البنفسجية والروم الحمراء، كلاهما يعني مختلفان. طبيعة الحال أيضا سوف إذا قرأت المعلومة التي تظهر إذا وضعت المؤشر على الجيش يعطيك بعض المميزات الخاصة بكل جيش. مثلا إذا وضعت المؤشر هنا يعطيك يقول لك بأنهم مشهورون، يعني مشهورون لديهم الأحصنة، يستعملون يعني الأحصنة بكثرة، والأرشرز يعني مطلقي السهام يعني بكثرة. ثم لديك هنا أيضا لديك يقول لك لديهم جيوش جيدة، ثم لكنهم ضعاف في الحصارات ضعاف. ثم هناك لديك أيضا لديهم أحصنة قوية، ويعني رجال صاحب السيوف لديهم يعني أقوياء أيضا. ثم لديهم معدات الحصار يعني ضعيفة أو ناقصة. المهم تقرأ هذه الأشياء كلها أشياء
كل واحدة لديها بعض المميزات. إذا قبل الانتقال إلى اختيار الجيش الخاص بنا، ننتقل إلى هذه الإعدادات. لديك هنا Advice Level، يعني كيف تريد أن يكون مستوى اللاعب؟ هل تريد أن يكون متدني؟ تريد أن يكون متوسط؟ تريد أن يكون عالي؟ هل تريد أن يكون صعب، اللعب صعب، أم يعني هكذا؟ ثم لديك هنا لديك هنا أيضا صعوبة المغامرة. هل تريد المغامرة تكون صعبة، عادية، يعني صعبة؟ ثم لديك هنا صعبة، وهنا صعبة جدا، نتركها في عادية. ثم هنا لديك الباتل ديفيكولت، يعني فهذه اللعبة فيها منطقة قتال فوق الخارطة، وهناك مناطق أخرى للقتال داخل الخارطة، سوف نكتشف عن هذا في اللعبة. إذا هنا لديك بطل، يعني هنا لديك في داخل الخارطة كيف تريد أن يكون يعني القتال، هل تريد أن يكون صعب، متوسط، إلى غير ذلك، تختار ما تشاء هنا. ثم بعض الخيارات هنا يقول لك هنا يعني أن تقوم بمانج أو سيتلمنت، يعني هل تريد يعني أن تقوم بنفسك يعني إدارة كل المدن التي تسيطر عليها. سوف نضع المؤشر هنا كي نقول له لا نريد يعني الوقت في القتال داخل الخريطة، نترك علامة هنا فقط ثم ندخل إلى اللعب مباشرة. نضغط على هذا السهم. إذا اخترنا الحضارة الفرس التي هي الساسانيد. هل هذه هي التي قمنا باختيارها؟ إذا أنا الآن لقد اخترت هذه السيماري على يعني بخطأ، عن طريق الخطأ. ماذا سوف أفعل لكي أعود؟ سأضغط على إيشاب على لوح المفاتيح، ثم أضغط على كيت جيم. ثم أضغط على نعم. سنعود إلى القائمة الرئيسية. إذا قلنا سنختار الحضارة الإسلامية هنا، ثم أضغط على الآن. إليكم طريقة اللعب للعبة وكيف تبدو. هذه المناطق هي الأماكن الخاصة بي. إذا ضغطت هنا فقد إذا ضغطت هنا تدخل يعني تظهر معي هنا المبادئ، يعني عفوا أقصد المباني الموجودة في هذه المدينة. هذه تعتبر مدينة خاصة بي، يمكنك تقريب إلى هذا الحد فقط، ثم الإبعاد هكذا، ثم تقريب إلى هنا. إذا هنا لديك المباني الموجودة في هذه المدينة. إذا كنت أريد أن أقوم بيعني تدمير مبنى لا يعجبني مثلا، فنضغط على يمين الماوس فقط هكذا. أول شيء يعطيك هنا مواصفات البناء وغير ذلك وفيما يفيد. ثم إذا كنت تريد أن تقوم بتدميره تضغط فقط على هذه الأيقونة. نحن لن ندمر شيئا، سوف نتركها كما هي. هنا تختار بين هذه الأربعة أماكن. إذا أنا هنا السيتي، يعني المدينة، ما هي الأبنية الموجودة بالمدينة. ثم لدينا هنا الأرمي وهو الجيش، لكي يعني الجيش الموجود داخل هذه المدينة، يعني الجيش هنا الخاص الموجود داخل هذه المدينة. هذه الأشياء هي تقرير الحرب. طبيعة الحال فاللعبة فيها تقريرات الحرب. مثلا إذا ضغطت هنا في العنوان، انطلاقا من العنوان يقول لك انطلاقا من العنوان يقول لك بأن هناك ناس قاتلوا فيما بينهم.
ثم التقرير التالي نفس الشيء. يقول لك أن هناك يعني إيمان قوي في مدينتك، هذا شيء جيد. إذن ثاني شيء عليك أن تفهمه في اللعبة وهو هنا البناء، هنا تقوم بالبناء. تريد أن تبني شيئا، تختار هنا البناء الذي تريد أن تقوم ببنائه في هذه المدينة التي ضغطنا عليها. إذا كنت مثلا محتار لا تعرف أي مدينة تريد يعني جيدة أو مناسبة لمدينتك، فقط لديك هنا مستشار، تضغط على هذا المستشار يعطيك البناء المناسب. إذن يقول لك هذا هو الأنسب الآن، إذا نضغط عليه هنا. قبل أن تضغط على هنا يعني على أن يعني فقط أن تضغط عليه، يعني قبل أن تبدأ في البناء عليك أن تراعي كم مقدار الذهب لديك. هذا هو الذهب الخاص بك الذي تقوم بالبناء فيه، يعني هذا الذهب هو الموجود بالمدينة بهذه المدينة. أرجو أن تصل الفكرة. يعني مثلا كل ما يعني بناء لديه تكلفة، مثلا هذا البناء فيه 800 دينار، ثم هذا الذي نقوم ببنائه الآن لا يظهر معنا هنا. إذا مثلا هذا البناء يكلف 2400 دينار ونحن لدينا فقط 2100 دينار. كذا نفس الشيء بالنسبة لاستخراج الجيش، استخراج الجيوش أو تدريب الجيوش الجديدة. فأنت تضغط على هذا المكان التالي الذي اسمه ريكريتمون، هنا تقوم باستخراج الجيش. طبيعة الحال هو أيضا على حسب يعني المال أو الدينار الموجود لديك. مثلا لديك هنا الدينار 230 دينار لكل، ليس لكل شخص واحد بل لمجموعة، يعني مثلا كل مجموعة فيها تقريبا 20 شخص، أو مثلا 20 شخص من هذا أو 20 شخص من هذا أو 20 شخص من هذا أو 20 شخص من هذا إلى آخر. مثلا دعنا نقوم مثلا بهذا، فهؤلاء الذين يركبون على الجمل يقاتلون على الجمل يكونون أقوياء جدا. وأيضا دعنا نترك هذا أيضا نفس الشيء. إذا كنت لا تعرف يعني إذا كنت لا تعرف أي الجيش الذي عليك أن تقوم باستخراجه هذه المرة، فتسأل المستشار الخاص بك أيضا يعطيك يعني الاختيار الأنسب. ثم ثاني شيء نأتي إلى ثاني شيء، وهو سوف تلاحظ بأن لدينا هنا كل هؤلاء يعني جنود يعني عاديين جدا إلى حدود هذا المكان. لدينا هذا الشخص وهذا الشخص وهذا الشخص، لا يبدوان عاديين، لا يبدوان مثل الجنود. يعني من هؤلاء؟ إذن من هؤلاء؟ حسنا، لديك هنا السباي هو الجاسوس. إذا قمت باستخراج الجاسوس هنا لن تستخرج مثلا 20 جاسوس، لا بل واحد فقط. كل هذا الشخص وهذا الشخص وهذا الشخص سوف تستخرج منهما شخصا واحدا فقط. إذا مثلا لدينا هنا السباي وهو الجاسوس، ترسله مثلا إلى مدينة الخصم، ثم مدينة الخصم سوف يكتشف يعني يكشف لك المعلومات الموجودة، يعني كل المعلومات حول مثلا المدينة التي تريد أن تهجم عليها. ما هي هذه المعلومات؟ مثلا كم عدد الجيوش الموجودة في تلك المدينة. إذا عرفت مثلا عدد الجيوش مثلا هنا هؤلاء الجيوش الموجودين لدي هنا، فمثلا هؤلاء 120 شخص في كل جيش. انظر كم جيش لدينا هنا، كم من 120 شخص لدينا. إذن دائما تقوم يعني بمقارنة جيشك مع جيش الخصم. إذا كان جيشك أكبر فبطبيعة الحال سوف يكون
سوف يكون يعني النصر من نصيبك، لا محالة، في يعني لا شك في ذلك. ثم لدينا هنا هذا الشخص هو الأساسين. أساسين هو قاتل، هذا الشخص ترسله إلى في بعض الأحيان ترسله إلى المدن أو ترسله إلى الجنرالات التي خرجت من المدن، فيقتل الجنرال، يقتل الجنرال، وإذا قتلت الجنرال يصبح الجيش كله ضعيفا ويسهل عليك هزيمته. ثم لدينا هنا هذا الشخص هو الدبلومات، اسمه دبلومات، وهذا الشخص يعني دبلوماسية أو دبلوماسي إلى غير ذلك. فهذا الشخص هو الذي يقوم ب يعني الأعمال السياسية في مدينتك أو في قصرك إلى غير ذلك، ترسل يعني تستخرجه وثم ترسله إلى الجيوش الأخرى، مثلا لتقوم بالتحالفات، لتقوم ب الاتفاقات حول التجارة، اتفاقات حول الهجومات على الجيوش الأخرى، أو أن تفرض على شخص ما الضرائب. هذا الشخص هو الذي يتكلف بالحديث إلى الجيوش الأخرى. إذا ثالث شيء، إذا نرجو أن تكون الفكرة واضحة، ثالث شيء أريد أن يعني هو أهم شيء في اللعبة، هو أهم شيء في طريقة اللعب. سوف تلاحظ شيئا ما هنا، سوف تلاحظ شيئا ما هنا إذا ضغطنا على المدينة، ضغط على المدينة هنا سوف تلاحظ شيئا ما هو إذا وضعنا المؤشر هنا، سوف يكون مثلا هنا، مثلا هنا يقول لك هذا الجيش سوف يخرج بعد دور واحد، يعني بعد دور واحد هذا الجيش يخرج بعد دور واحد. هذا يعني مثلا هذا ليس هنا الجيش الذي يخرج، هناك جيش يخرج بعد أكثر من دور واحد. مثلا دعنا نرى البناء لدينا هنا ستة، يعني ستة أدوار حتى يكتمل هذا البناء، ستة أدوار. ماذا نعني بهذا الدور؟ هذا الدور نقصد به مثلا، كي أشرح لكم ببساطة، يعني مثل الشطرنج، أنت تلعب هذه اللعبة مثل الشطرنج تماما. مثلا الآن هذا دورك، أنت تقوم الآن بلعب دورك. إذا ضغطت هنا على الجيش الخاص بك أو على الدبلوما، أو هذا هو الجيش الخاص بك، ثم هذا هو الدبلوما. مثلا الجيش الخاص بك مثلا، كي تلعب أنت دورك وينتهي دورك في اللعب، فعليك أن تقوم بجميع الحركات التي تريد أن تقوم بها. مثلا أريد من هذا الجيش أن يأتي إلى هنا، أضغط عليه هكذا بيمين الموس ثم يسار الموس، أضغط هنا ثم هو قد انتقل إلى هنا، ولن أستطيع أن أحركه مرة أخرى، لن أستطيع لأنه انتهى دور هذا الجيش في التحرك. ثم لدينا مثلا هذا الدبلوما، إذا رأيت هذا المكان الأخضر هو المكان الذي يمكن أن يصل إليه، المدى الذي يمكن يصل إليه هذا الدبلوما أو الشخص يعني المسؤول عن السياسة. مثلا سوف آتي به إلى هنا. ثم ستلاحظ بعد ذلك مثلا هذا الضوء الأبيض، هذا الضوء الأبيض كلما اكتشفت، كلما ذهبت إلى مكان ما سوف يظهر معك بالخريطة، يعني باللون، يعني سوف يظهر لك اللون هنا إلى أي مثلا إلى أي دولة، مثلا إلى أي دولة تنتمي هذا المكان، هل وصلت إلى حدود دولة ما أم لا. لكن لن تستطيع بطبيعة الحال أن ترى تحركات الخصم وأين اتجه الخصم، لن تستطيع أن تراهم إلا بعد أن يصلوا إلى حدود إلى المكان الذي وضعت فيه البروج. مثلا بعض البروج، هذا ليس برج خاص بنا، هذا برج الخصم، لأنهم موجودون هنا. إذا كنت ما زلت تتذكر الأمر، إذا
ف يعني فنقوم بجميع التحركات. نعود إلى موضوعنا، نقوم بجميع تحركات الجيش. مثلا أتي بهذا الجيش إلى هنا، أقوم بجميع تحركاتي الخاصة لجميع الجيوش الخاص بي وفي جميع المدن الخاص بي. أرى إذا كان هنا مثلا أريد أن أستخرج جيوش أخرى من هذه يعني من هذه المدينة، ثم مدينة أخرى هي نضغط عليها ثم نستخرج جيوش أخرى منها طبيعة الحال على حسب الذهب، لقد انتهى الذهب الخاص بي. ثم لدينا هنا نضغط هنا، إذن ما العمل إذن فكما نلاحظ مشكلة الذهب سوف تستمر معنا كثيرا، دائما سوف نكون بحاجة إلى الذهب كي نستمر باللعب بشكل مريح جدا، سوف نحتاج دائما إلى الذهب. إذن ماذا سنفعل؟ سوف نتجه إلى قائمة الغش. سوف نقوم باستعمال بعض الأكواد للغش فقط للذهب فقط يعني. إذا نضغط يعني تذهب إلى كلمة إيشاب التي تظهر بها هذه القائمة، لا تضغط عليها بل اضغط على الأيقونة التي بأسفلها مباشرة، التي بأسفلها يعني أسفل أيقونة إيشاب، تضغط عليها تفتح معك هنا هذه القائمة، هذه هي قائمة الغش. إذا نكتب أد يعني إضافة، هكذا money يعني المال، ثم إسباس هنا ضع مقدار المال الذي أريده، مثلا ضع 50,000 ثم ضغط إنتر. فكما ترى هنا لقد ازداد الذهب لدينا في اللعبة. فقط إذا كنت أريد 50,000 أخرى من الذهب فقط أضغط هنا على السهم يعني بالفوق ثم أضغط إنتر وأصبح لدي 800، ثم السهم ثم إنتر أصبح لدي الكثير من الذهب الآن. إذن الآن لدينا الكثير من الذهب، نستطيع أن نضغط هنا، نقوم ببناء أشياء جديدة. You should construct a building of the type currently highlighted. ثم نستخرج جيوش أخرى هنا. أذهب إلى المدينة أخرى. نقوم ببناء استخراج مدن أخرى يعني ببناء بنايات أخرى. هنا أيضا نقوم ب ثم لدينا هنا أيضا نضع الجيش. إذا كل هذه المدن الآن لقد يعني قمنا بزيارتها. هذه المدينة هل رأيناها؟ هذه المدينة لم نضع فيه أي بناء، دائما تستغل أي مدينة ليس فيها بناء، فعليك أن تقوم ببناء كل الأشياء الموجودة. كل الأشياء التي تظهر معك هنا هي أشياء ضرورية في تلك المدينة، إذن عليك أن تقوم ببناء كل هذه الأشياء في مدينتك. هكذا. ثم لدينا هذه القائمة الأخرى هي روترين. روترين يعني إعادة تدريب. إعادة تدريب، ما هو إعادة تدريب؟ مثلا لدينا هذا الجيش فيه 120 شخص، 120 جندي موجودون في هذه المجموعة. مثلا إذا خضت حربا يعني طاحنة، فمثلا مات الكثير من الجنود في هذا الجيش، يعني مثلا مات 20 شخص مثلا، ثم بقيت معك هنا 100 فقط، 100 شخص فقط في هذه المجموعة. إذا تضع لها روترين، مثلا نزيل هؤلاء، نضغط روترين هنا فقط روترين. فالآن سوف يقوم يعني بعد الدورة الثاني سوف يقوم ب يعني إعادة تلك 20 جندي لتنضم إلى هذا يعني في إلى هذا الجيش. ثم الآن يعني
مثلا اذا كيف سنستمر مثلا باللعب، كيف سنستمر هو ان تضغط على هذا المكان. كما قلنا فهذه اللعبة تشبه الشطرنج لكن على شكل حرب، على شكل حرب عالمية بين الجيوش. مثلا اذا كنت تريد ان تقول للجيوش الاخرى بانه انتهى دوري في الاستعداد، فانت تضغط هنا على هذا، على هذه الساعة الرملية. بعد ذلك ترى هنا الجيوش الاخرى تقوم باستعداداتها. بطبيعة الحال هي تمر بسرعة. اذا بعد انتهاء دورك الان هو الدور الثاني، لدينا الان الدور الثاني الان، ثم تقريرات. دائما يأتيك في كل دور تأتيك تقرير، تقرير الحرب. هنا يقول لك في مدينة كذا قد خرج الجيش، هذا الجيش في مدينة كذا خرج هذا الجيش، وفي مدينة كذا خرج هذا الجيش. كل شيء، كل هؤلاء يعني خرجوا من مدنك. تقول نعم حسنا لقد عرفنا ذلك. ثم هذا الخبر يقول لك، هذا الخبر يقول لك بأننا، يقول لك بأننا أغنى، أصبحنا أغنى جيش في العالم. هنا يعني هنا يتم يعني في الذهب الخاص بك يتم إنقاص يعني مؤونة الجنود، مؤونة الجنود، معداتهم وغير ذلك، والأشياء التي ربحتها والكنوز التي ربحتها، والحرب في الحرب وغير ذلك في الحروب. إذا هنا يتم يعني الحساب، هنا قائمة الحسابات. إذا مثلا هذا الجيش، ثم شيء آخر سوف نتطرق إليه. مثلا إذا هذا الجيش مثلا كما نرى فيه 80 على 80 على 120 على 54، إذا هذا، هل هذا الجيش مكتمل؟ هل هذا الجيش مثلا سوف أواجه به أي جيش كيفما كان؟ خطأ. لماذا؟ لأن هذا الجيش ليس مكتملا. كيف يكون مكتملا إذا؟ كيف تريده أن يكون مكتملا؟ عليك أن تكمل كل هذه الخانات، أن تملأ كل هذه الخانات بالجيوش. يعني مثلا لديك هنا أربعة، يجب أن تملأ هنا جيش 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 هكذا هكذا، والسطر الثاني يعني السطر الأول والسطر الثاني يجب أن يملأ كله بالجيوش. كيف تعرف بأن جيش الخصم ممتلئ أو فارغ أو نصفي إلى غير ذلك؟ سوف ترى ذلك بهذا اللون، اللون الأزرق الداكن، فهو يعني مقدار الجيش الذي أحمله، الذي أحمله يعني مثلا الجيش الذي أحمله مثلا يعني صغير، يعني فقط أربعة وحدات من الجيوش. إذا لدي هو اللون يصل فقط إلى هذا المكان. أما المدينة فالمدينة فيها اللون الأزرق الداكن يصل تقريبا إلى النصف، يعني الجيوش الموجودة لدي بالمدينة أقوى من الجيش الموجود هنا في خارج المدينة. إذا ماذا سأفعل؟ سوف أدخل إلى المدينة ثم أضغط هنا على الجيش الذي أريد مثلا أن يعني أضغط على أي جيش مثلا، ثم أريد مثلا لهذه الجيوش أن تنضم إلى هذا الجيش. فقط نضغط هنا على الجيش ثم أضغط هنا على هكذا على يمين الموس، فهو قد انضم الآن إلى هذا المكان. كانت فيه أربعة الآن صارت خمسة. طبيعة الحال يمكنك أن تضغط هكذا ثم الكنترول على قائمة المفاتيح، على كنترول كي تقوم بالضغط على عدة وحدات في نفس الوقت هكذا. سوف نترك ثم الآن نضغط هنا لينضموا إلى الجيش. فكما ترى الآن اللون الأزرق الداكن شرف على الوصول إلى أكبر مستوى، ده يعني بأن هذا الجيش أصبح نوعا ما متوسط القوة، أو يعني أصبح قويا نوعا ما إلى يعني نصف
إلى وصل إلى النصف في قوته. إذا سوف نتركه هكذا يعني فقط في النصف حتى لا نترك المدينة فارغة، لأن إذا تركناها فارغة سوف يسهل على الخصم يعني اقتحامها. دائما نترك بعض الجيوش في المدينة حتى إذا لم يقتحمها يعني جيش الخصم فيمكن أن يكون في أن يصير في المدينة انقلاب والناس تقتل بعضها البعض. إذا وجدت هذا المكان فارغ فاعلم بأنك لم تقوم باستخراج أي جيش، تضغط هنا ثم لم نضع أي جيش في مكان الاستخراج. إذن هكذا نملأ المكان ثم نتجه إلى هذه المدينة الأخرى. نعم الأمور كلها جيدة. إذا أود أن أشير إلى نقطة أخرى مهمة جدا في اللعبة وهي هذا الشخص. هذا الشخص يعتبر هو المدير، هو مدير في هذه المدينة. المدير هو الشخص يعني المسؤول على البناء والمسؤول على استخراج الجيوش. هذا هو الشخص. يعني ماذا يعني هذا؟ هذا يعني بأن هذا الشخص إذا لم يكن أي شخص مثل هذا في المدينة فإنك لن تستطيع أن تستخرج منها الجيش ولا أن تطور فيها البناء. إذا دائما تحتاج إلى مثل هذا الشخص تضعه في المدينة ليمكث فيها ويقوم بإدارتها. انظر في كل مدينة يوجد مدير خاص بها، لابد أن يكون المدير موجود في المكان. هذه المدينة فقط ليس فيها مدير لكن فيها هؤلاء. هذا الحصان الأزرق يعتبر بمثابة مدير على ما أعتقد. هذا الحصان أشك في الأمر. المهم طبيعة الحال هذه 54 حصان وليس حصان فقط، ليس حصان واحد. إذا هنا أيضا لديك مدير. بطبيعة الحال مع الوقت مع الاستمرار في اللعب يعني يكون هناك مدراء جدد، مثلا مدير جديد. عندما يظهر معك مدير جديد فيمكنك أن ترسله مثلا إلى مدينة جديدة قمت بالسيطرة عليها فيقوم بإدارتها وهكذا. إذا سوف نجرب مثلا الدبلوماسي وهو هذا الشخص. سوف نضغط ليأتي إلى هنا. مثلا هذا هو الخصم. يأتي إليك التقرير يقول لك بأن الدبلوما قد التقى بمدينة باغابيدا أو ما هذا الاسم المهم يعني الروم، كي تتحدث مع الجيش الرومي بهذا الدبلوما. طبعا الحل تضغط على هذا الدبلوما أو السياسي ثم تضغط على الجيش، تضغط فقط على مدينة الخاصة بالجيش هكذا على يسار الماوس. ثم هذه هي الأوامر أو إذا هذه القائمة هي الأشياء التي تعرضها على الجيش الآخر. هذا هو الجيش الآخر. إذا كنت أريد أن أعرض شيء على الجيش الآخر فسوف أختار ما هو العرض الذي سأقدمه. إذا أردت أن أطلب منهم شيء طلب يعني إذا كنت أريد أن أطلب منهم طلب فسوف أختار من بين هذه الأوامر الموجودة هنا. مثلا في العروض لدينا هنا الكلمة الأولى تعني إيقاف إطلاق النار يعني الهدنة، يعني مثلا أنا أعرض عليه الهدنة. إذا ضغطت عليه هنا فأنا أقول له نريد أن يعني نقوم بهدنة وإيقاف إطلاق النار بيننا. ثم هنا لدينا التريد لاين.
تراد رايتس هي حقوق التجارة. إذا كنت تريد أن تقول لا أعرض عليك حقوق التجارة أي نتشارك أو نتبادل في التجارة، وهذا عليك أن تقومه يعني أن تقوم به مع جميع الجيوش. لماذا؟ كي تزيد الأرباح، يعني كي تزيد أرباحك الخاصة. إذن التراد رايتس، ثم لدينا التك فاكشن. التك فاكشن كما يعني مثلا الجيش الذي تتحدث معه لديه خصم قوي وخطير ولا يستطيع أن يهزمه، لكنه يحتاج إلى من يساعده أو إلى غير ذلك. فيمكنك أن تعرض عليه، أن تقول له مثلا أريد سوف أهجم لك على خصمك وسوف أهزمه، وبالمقابل تعطيني المال وغير ذلك، يعني تعطيني المال أو تعطيني مدينة خاصة بكم إلى غير ذلك. وهي الخاصة ب يعني مثلا تقول لا سوف يعني نعم المدينة الخاصة بهم سوف يعطونها لك، مثلا تقول له أن تعطينا مدينة من مدنكم يعني كمثلا جائزة أو على مساعدتك لهم. مثلا إذا ضغطت هنا فمباشرة سوف يعطيك ما هي هذه هذا الجيش الذي تريد أنت يعني الذي تريد أن تقول يعني أن تقول عنه بأننا سوف نهجم عليهم من أجلكم. هذا هو المعنى. ثم لدينا هنا make a sing payment. ماذا تعني هذه الكلمة؟ تعني بأنني سوف أعطيكم المال، مثلا سوف أعطيكم المال بدون مقابل، أو أعطيكم المال في مقابل أن تعطونا مثلا في مقابل أن تعطونا مدينة خاصة بكم. مثلا سوف تضغط هنا، نقوم بإلغاء هذا الاتفاق. مثلا تقول له مثلا هكذا، هنا تكتب مقدار الذهب الذي سوف تعطيهم، وفي القائمة الثانية الخاصة بالطلب تقول لهم تعطينا مثلا مدينة خاصة بكم. هنا تقول لهم بأنني سوف أعطيكم المال، ثم هنا تطلب منهم أن يعطوك مدينة لتقابلوا العرض. فهذا يعني بأنك سوف تعطيهم المال وهم سوف يعطونك المدينة مباشرة. ثم لدينا هنا الخيار الثالث. هذا الخيار الثالث بصراحة لست أفهمه بشكل جيد. regular tribute. ثم هنا لديك اختيار آخر، هو الاختيار الرابع. هنا في العروض لديك أن تقبل عرضي وإلا هجمنا عليكم. هنا تقوم ب مثلا تهديد، هنا تقوم بالتهديد. مثلا هنا تقول له، سوف نرى هذه الأشياء ماذا تعني. ثم هنا map information، ويعني معلومات حول الخريطة، أن تصل لك تقارير حول الخريطة على ما يعني هذه هي. ثم لديك هنا قائمة الطلب، هنا تعطي العروض، ثم هنا تعطي الطلبات. الطلب هنا مثلا لديه تطلب منه مثلا أن يقوم بهجوم على أن يقوم بهجوم يعني هو يساعدك هذه المرة. تطلب منه أن يهاجم على جيش يعني جيش محدد أنت تقوم بتحديده. ثم هنا كما قلنا تطلب منه أن تعطيه مثلا يعني تطلب منه أن يعطيك أقصد فني تقصد منه يعني تطلب منه أن يعطيك المدينة. ثم هنا تعرض عليه أن تعطيه أنت المدينة الخاصة بك في هذه القائمة الأخرى. إذن ثم هنا لديك make single payment، وهي أن تطلب منه مقدار من المال. كيف يعني كيف تستعمل هذه؟ مثلا
تطلب منه مثلا أن مثلا في كل دور تعطينا 10,000 أو 1,000 قطعة نقدية مثلا، وتأتي له هنا تضغط على تضغط مثلا هنا على يقبل وإلا هجمنا عليكم. فإذا كانوا خائفين منك فسوف يقبلون العرض، إذا لم يكونوا خائفين سوف يرفضون العرض. ثم لدينا هنا regularity bit نفسها الموجودة هنا وmap information نفسها الموجودة هنا. إذا نحن بطبيعة الحال ماذا سوف نطلب؟ سوف نطلب منهم إيقاف إطلاق النار. نعم لقد قمنا بوضعها إيقاف إطلاق النار، ثم التجارة فقط. ثم سوف أعرض لهم، سوف أدفع لهم هذا العرض ليقرؤوه، ثم يجيبوني على يجيبونني عليه. إذا هذا هو جوابهم. يقول لك نحن لسنا بحاجة لإيقاف الحروب بعد، يعني لم يقبلوا بمفاوضاتنا، يعني لم يقوموا ب يعني لم يقوموا ب ب يعني بقبول العرض الذي قدمناه. فماذا سوف نفعل؟ اذا ماذا سوف نفعل؟ سوف نعطيه اقتراح اخر. اذا سوف اعرض عليهم عرض اخر، سوف اقول لهم مثلا اوقفوا اطلاق النار، ثم سوف اعطيكم ألف دينار، ثم اضغط على اوكي. إذا الآن هنا قلت لهم أوقفوا إطلاق النار وسوف نعطيكم 1,000 قطعة نقدية أو 1,000 دينار، ثم أعرض عليهم مرة أخرى. إذا لم يقبلوا حتى هذا العرض، قالوا بأن أنك فقط تقوم ب يعني تضييع وقتك معنا. إذا لم يقبلوا، إذا مع الأسف لم يقبلوا العرض، يريدون الحرب. طبيعة الحال عندما يهزمون عن طريق جيشك فسوف فبعد ذلك سوف يقبلون العرض الخاص بك. الدبلومة مثلا yes, my liege. تأتي مثلا إلى هنا. I will speak with them at once. هنا لدينا قائد آخر، سوف نذهب إلى قائد آخر. سوف نقول له نفس الشيء، سوف نقول له مع الأسف لم لقد طلبت برايف، هذه تعني الفدية أو يعني المقدار من المال تعطيه في كل يعني في كل دور، يعني في كل مثلا في كل شهر أو في كل عام تعطيه قدرا من المال. عرضت عليهم هذا لكنهم غضبوا علي بشدة. هنا تقرير، نعم هذا تقرير يعني مقابلة الدبلوماسي مع هذه المدينة. إذا كالعادة بعد انتهاء ما يعني بعد انتهاء خطواتنا نضغط على انتهاء الدوري. هنا تقارير أخرى، تقارير بدأت الحل. ليس تقارير الحرب فقط هي التي تأتيك، بل تقارير الحرب، تقارير المدن التي أنت تديرها، ثم تقارير الحسابات، وكل يعني جميع التقارير الخاصة بالأشياء التي يعني. إذا سوف نرسل جيش للقتال.
سوف نرسل الجيش إلى هذه المنطقة. ماذا سوف نفعل؟ سوف لدينا هنا نعم لدينا هنا هذا الجيش مثلا، سوف نقوم بمقاتلة هذا الجيش، سوف نقوم باستخراجها. فترق 120 شخص هنا، وسوف أقوم بإخراج الجنرال من المدينة. ماذا يميز هذا الجنرال؟ هذا الجنرال يتميز بأنه يجمع القتلة، يعني القتلة يجمع بعض القتلة المأجورين في طريقه إلى المعركة. إذا ضغطت مثلا هنا على الجنرال، ها هي يعني مكان تجد فيه القتلة المأجورين هكذا، ثم تدفع لهم المال مباشرة يدخل معك إلى جيشك، يصبح الآن من الجيوش الخاصة بك. إذا الآن فقط لكي تقوم بمقاتلة هذا الجيش، هذا الجيش يسمونه الريبيليون، يعني جيش الانقلاب، هؤلاء هم الانقلابيين. لقد يعني عندما رأنا يعني استسلم او هرب منا، سوف نهجم عليه مرة اخرى. prepare for battle. إذن سوف يعني ثم هنا لدينا معلومة اخرى، مثلا اذا هجم عليك جيش ثم هربت قمت بالانسحاب ثم اعاد الهجوم عليك مرة ثانية، فلن تستطيع الانسحاب، سوف تقاتل رغما عنك. هذا ما حدث مثلا لهذا الجيش ايضا، لقد انسحب المرة الاولى لكن المرة الثانية لا يستطيع الانسحاب. مثلا هنا هجمت عليهم، اريد ان الغي الهجوم، سوف اضغط هنا اذا اردت ان الغي الهجوم، ثم هنا هذا اللون الازرق الداكن يعني مقدار يعني فرصتنا في الفوز، اذا كان ممتلئ ففرصتنا في الفوز كبيرة جدا، اذا كان هنا مثلا او في الوسط فهذا يعني بان المعركة ستكون قوية، اذا كان هذا الازرق في اقل من الوسط فهذا يعني بان معركتنا قد نخسر فيها. اذا هذا ما تعنيه هذه الامور. اذا لنقاتل لكي تقاتل هنا لديك خياران، خيار الاوتوماتيك باتل، اوتوماتيك باتل يعني سوف يقاتلاني فقط في هذه الخريطة، يعني فقط في هذه الخريطة يعني بشكل اوتوماتيكي، يعني من يفوز يعني فقط بشكل اوتوماتيكي. اما اذا ضغطت هنا فسوف يركزون فقط على هذا اللون الازرق، اذا كان اللون الازرق يعني ممتلئ فنحن سنفوز بطبيعة الحال، لكن مثلا اذا كان الازرق في الوسط او في اقل من الوسط فمن الافضل ان تقاتل في الخريطة داخل الخريطة كي تقوم بوضع تكتيكات ويعني تضع خطط خاصة بك لتقاتلهم. مثلا سوف نقاتلهم على الخريطة كي نرى جميعا يعني القتال عن قرب كيف يبدو في داخل الخريطة. اذا نضغط هنا لندخل الى داخل الخريطة. ننتظر. إذن هنا مكان القتال على الخريطة. ما تسمعه هو تشجيعات الجنرال. الجنرال هو الذي يتحدث مع الجيش ويقوم بتحميسهم للهجوم. يقوم بالتحدث إليهم. كي تبدأ التخطيط تضغط على Start Development هي. الآن لم نبدأ بعد القتال، بل الآن نبدأ بالتخطيط. مثلا كي يقوم بنقل هذا الجيش اضغط عليه، ثم اضغط على
يمين الماوس هنا هنا ينتقل الجيش. اريد ان اضعه هنا اضعه هنا اضعه هنا اضعه هنا فقط بالماوس. اريد ان اغير تشكيلته يعني ابقى بالضغط على الماوس ثم هكذا اقوم بتغيير تشكيلتي. هل تريد ان يتشكل بهذا بهكذا او يعني فقط بيمين الماوس؟ هل تريد ان يتشكل بهك بهذه الطريقة مثلا؟ لقد تشكل بهذه الطريقة يعني تغير شكله ثم هنا تقوم بتحريكه. هذه هي الحدود التي سوف نبدأ يعني سوف نبدأ فيها القتال. ثم الجيش الذي سوف نقاتله يكون امامنا مباشرة يعني تقريبا الجيش. نعم هذا هو السطر جيش الجيش الذي سنقاتلهم. اذا سيكون الجيش الذي سنقاتلهم سيكونون خلف هذا السطر مباشرة. اذا سوف نقوم بالاستعدادات الخاصة بنا. انا اول شيء احب ان اقوم به هو تقريب هؤلاء الجيش الى يعني الى هذا الحدود كي لا نضطر الى المشي طويلا اثناء القتال. انظر الى عدد الجيش الذي لدينا. بطبيعة الحال يمكنك ان تقوم هكذا فقط يعني بطريقة بسيطة بجمع جميع الجيش هكذا ثم تضغط على هنا او فقط تضغط على واحد. يا اما تضغط هنا او يا اما تضغط هنا او تضغط عليه هنا على الخريطة يعني نفس الشيء. فضع مثلا هؤلاء هنا ثم الجنرال دائما نضعه في الخلف قليلا. لماذا؟ لانه اذا مات الجنرال فالجيش كله يصبح خائفا وقد يستسلم بسهولة. لهذا دائما الجنرال يكون على الخلف. والجنرال اذا كنت تريد ان تعرف ما هي الوحدة التي يوجد بها الجنرال فقط اضغط عليه هنا ثم يظهر لك هنا باللون هذا اللون الابيض. بطبيعة الحال يمكنك ان تقوم بتقريب الجيش وان تشاهد القتال عن قرب وتشاهد الجيش الخاص بك عن قرب. تشاهد كل المقاتلين والجنود عن قرب. وهؤلاء هم الوحدات القتالية الخاصة بنا. يمكنك ان تشاهد جميع جيشك هكذا فقط بتدوير الكاميرا بدون ان تضغط على اي شيء فقط الجوانب. تقوم بتدوير الكاميرا فقط على الجوانب والاسفل وهكذا. تضغط على الماوس فقط اذا كنت تريد يعني تريد ان تبعد الكاميرا فانت تبعدها على الايقونة الموجودة وسط الماوس. إذن هكذا فقط. عندما تكون مستعدا تضغط على ستارت باتل اي ابداء القتال. نضغط عليها الان. ثم هناك لديك هنا مستشار يعطيك بعض التكتيكات اذا كنت تريد ان تستمع اليه. اذا سوف نقوم قد إذن هو الجيش الخاص بالخصم سوف اضغط عليه هنا كي يتجه اليه. نعم هناك يعني معلومة اخرى اذا ضغطت مرتين فالجيش سوف يجري سوف يقوم بالجري. اما اذا ضغطت مرة واحدة فسوف يتمشون فقط. واذا يعني اذا كنت تضغط مرتين فيجري الجيش فانه قد يتعب واذا تعب جيشك فسوف ينهزم بسرعة. لذلك فقط دائما تضغط مرة واحدة فقط حتى لا يتعب الجيش. الان الجيش يتجه الى القتال. جاء
جيشنا كله يتجه الآن إلى القتال. ولم تستطيع أن ترى الخصم إلا عندما يقترب الجيش كثيرا منهم. مثلا الجيش الآن مع اقتراب الجيش الخاص بي، الجيش الخاص بي قادم، وعلى وشك القتال مع الجيش الآخر. الجيش الآخر يبدون يعني بعيدين قليلا. انظر، هذا هو الجيش الخصم، إنهم يجرون. يستعدون للقتال، لديهم فقط كما ترى جيوش المزارعين، لأنهم فقط انقلابيون، ليسوا بجيش يعني حقيقي لديه قواعد وغير ذلك، أو لديهم مدن، ليس لديهم مدن، بل هم فقط معارضون وانقلابيون. يتناول القتال، يتم الآن القتال. زين جيوشنا وجيش، فكما ترى جيشنا قوي جدا. إذا أصبحت رايتهم هكذا، هذا يعني بأنهم أصبحوا خائفين منا. يقول لك بأنه لقد فزت بالمباراة. إذا أردت أن تنهي القتال تضغط على هذه بالأسفل. إذا كنت تريد أن تستمر في القتال تضغط على كونتيني. نريد أن نستمر في القتال نضغط على كونتيني حتى نقتلهم جميعا، حتى لا نترك لأحد منهم المجال للهرب، رغم أنه سوف يهرب بعض الأشخاص. أصبح جيشنا الآن يجري، لقد سحقناهم، قمنا بسحقهم. انظر إلى الدخان جيشنا قوي جدا، لا تمزحوا معنا، إنهم جيش المسلمين. إذا تجاوزوا هذا الخط الأحمر فلن تستطيع أن تقتلهم بعد ذلك، لأن الحدود الخاصة بهم. حدود منطقة القتال، إذا خرجوا من المنطقة الحمراء فسوف يتوقف القتال مباشرة. لقد فزنا الآن. لقد انتهى الآن القتال. هنا يعطيك إحصاءات القتال. إذا في صفوفنا الآن لقد قتلنا منهم 188 شخصا، وهم قتلوا فينا 11 فقط. إذا انهينا الحرب. الآن سوف نأتي إلى نقطة مهمة أخرى جدا، وهي مثلا ترى هنا بعض الأماكن المظلمة التي لا يمكنك أن ترى فيها الأعداء، فأنت ترسل هؤلاء الأشخاص مثل الدبلوماسي أو القاتل أو يعني السباي وهو الجاسوس، ترسلهم إلى الأماكن التي لا تستطيع أن تراها تشاهدها، كي تستطيع أن تشاهد كل ما حوله، كل ما يقف حوله، وبالتالي سوف يعني تشاهد العديد
يعني سوف تتمكن من مشاهدة ما يوجد في الطريق. ثم لدينا هنا لدينا الجاسوس مثلا. الجاسوس أيضا يمكنك أن ترسله إلى التجسس على الأعداء. إذا كيف هي التجسس؟ فقط تضغط عليه ترسله إلى الجيش فيعطيك معلومات الجيش. مثلا هذا الجيش لدينا وحدتين تتكونين من كل من 120 جندي في كل وحدة. يعني هذه يعطيك معلومات الجيش وهي معلومات مهمة جدا حتى تعرف يعني مقدار الجيش الموجود الذي سوف تتحارب معه قبل أن تهجم عليه. لذلك ترسل هؤلاء يعني المتجسسين كي يؤتوك ب يعني معلومات الجيوش. إذن الآن هنا لنهجم على هذا الفريق. إذن أول ما نلاحظه هنا هو هذا اللون الأزرق منخفض. منخفض يعني بأن جيشنا ضعيف أمام الجيش الآخر. لهذا إذا ضغطنا مثلا على أوتوماتيك القتال الأوتوماتيكات تلقائي فسوف نخسر بالتأكيد. ولكن إذا قمنا بالقتال على الخريطة فستكون لدينا فرصة أكبر في الفوز حتى لو كان جيشنا يعني صغيرا. ستكون لدينا يعني نوعا ما إذا كانت لدينا بعض التكتيكات سنستطيع الفوز. ثم لدينا هنا هذه الرايات يعني انسحاب، أن تقوم بالانسحاب من الحرب أو الهروب من المواجهة. إذا الأوتوماتيكي مثلا إذا قمنا بالأوتوماتيكي فانظر لقد خسرنا يعني المعركة. قد قتلوا منا عددا كبيرا، تقريبا نصف الجيش تم قتله. ولكننا سوف ننتقم منهم، سوف آتي بالدعم. طبعا لدي هنا الدعم. اضغط. إذا هذا لا أستطيع المشي به. صار إذا كان هناك جيش هنا في هذه المدينة سوف أقوم باستخراج هذا الجيش. سأترك فقط وحدتين في المدينة. قم باستخراجه وأرسله إلى هذا المكان. هو جيش لا آخر قد قمنا باستخراجه. إذا الآن سوف نرى كم لدينا هنا. سوف أنهي دوري الآن. أنهيت دوري والآن كذلك ما طار معي هنا. فهناك جنرال جديد، قد أعطونا جنرال جديد وهذا الجنرال سوف يعني نقوم باستعماله. فكما قلت عندما تكون لديك عندما تقوم بفتح مثلا مدينة جديدة سوف تحتاج إلى هذه الجنرالات ليقوم بإدارة المدينة. لذلك فبعد اجتياز بعد عندما تجتاز يعني عندما يعني تقوم بإنهاء دورك عدة مرات سوف يظهر يعني هؤلاء الجنرالات تقوم بوضعهم في المدن الفارغة التي لا تحتوي على جنرال أو على مدير المدينة. لنبحث عن مكان وجود هذا الجنرال. إذا ليس موجود هنا، وإذا ليس إذا هنا موجود هنا بطبيعة الحال. هو إذا هذا هو الجنرال. فكما نرى الآن أصبح هناك جنرالين في المدينة، لذلك سوف نقوم باستخراج يعني أو نقوم بإخراج جنرال ساير. قم بإخراج هذا الجنرال. سوف يأخذ سوف أضع معه سوف أخرج معه بعض الأحصنة أو بعض جيوش الأحصنة لحمايته في الطريق. إذا الجنرال يستطيع كما قلنا أن يقوم بجمع قتل مأجورين في الطريق كهؤلاء، وأيضا بناء البرج لكي تقوم ببناء البرج. فالبرج يقوم بمثلا استكشاف المنطقة، تقوم بوضعه في حدود مدينتك كي يقوم لك بكشف جميع ما يدور في الحدود. فالآن عندما قمنا ببناء هذا البرج، طبيعة هذا البرج لا يمكن أن يبنيه الجيش بل يبنيه الجنرال. الجيش فقط الذي يوجد فيه الجنرال هو الذي يقوم ببناء هذا البرج. إذا هذا البرج مهمته هو أن يكشف لك جميع ما يوجد حول
حول البرج، يعني جميع تحركات، يعني حتى لو دخل مثلا الخصم إلى دولتك فستستطيع أن تراه عن طريق وضع هذا البرج، أو أن ترسل له مثلا الدبلوماسي أو الجاسوس أو القاتل. هنا مثلا هنا وضعت الدبلوماسي، فانظر لقد كشفت، أستطيع بهذه الطريقة أن أرى تحركات أو مكان وقوف الأعداء، أستطيع أن أراهم الآن، لأن عندما تضع مثلا جاسوس أو يعني عندما تضع أي شخصية في أي مكان على الخريطة يعني يظهر معها كل ما يوجد حولها، إذا يعني كل ما يوجد حول الدبلوماسية أستطيع أن أراه على الخريطة، لذلك استطعت أن أرى هؤلاء الأعداء على الخريطة. نفس الشيء مثلا هنا لدينا جاسوس، مثلا جاسوس حتى تقوم بالتجسس على يعني الجيوش، فطبيعة الحال يمكنك تحريكه إلى أي مكان حتى تستطيع مثلا أن تشاهد ماذا يوجد في هذه الأماكن المظلمة التي لا تستطيع أن يعني تراها. هذا قاتل على ما أعتقد وليس جاسوس، لأنه لا يستطيع أن يتحرك الآن. هذا هو إذن مثلا في وقوف، هنا وقوف هذا المجرم، هنا استطاع أن يشاهد جميع ما يوجد حوله. سوف أقوم بتحريك يعني الجيوش كدعم كي يوصل الدعم إلى المدينة التالية. سأقوم بإرسال الدعم، سوف أحاول أن أقوم بإدماج الآن بعد أن قمت بإدماج الجيوش مع بعضها، أصبح لدي جيش متكامل ولا يحتاج فقط يعني يحتاج فقط إلى وحدة جيش واحدة فقط، وسوف يصير مكتمل كليا، لأن كما تعرف هو جيش ممتلئ الآن في الكثير من الجنود، وحان وقت إنهاء دورنا كي نستطيع أن نتحرك من جديد. إذن تحركات الخصم، إذن نحن الآن سوف نأتي بالدم وسوف ننتقم من الجيش الذي تمت هزيمته. هؤلاء الأحصنة الزرقاء تشبه تقريبا الجنرالات. سأقوم باستخراج هذا الجيش كله من المدينة، سوف أقوم بضمه إلى الجيش الآخر الموجود خارج المدينة. إذن الجيش الذي قمنا باستخراجه كان أكبر أو يعني نعم أكبر من الجيش الموجود بالخارج، لذلك سوف نختار يعني الجيش التي سوف تنضم للجيش الآخر. إذا أنقر هنا على الجيش يعني التي أريد أن أنقلها إلى الجيش الآخر، سوف أنقل هؤلاء، سوف أنقلهم. Mighty General. هكذا حتى أملأ الجيش بكامله. وإلى آخره. إذا قد امتلأ، اضغط هنا على أوكي. إذا الآن أصبح لدينا جيش قوي مكتمل. Out of moves, great lord. My liege.
إذا أنا الجيش قد تحرك، لذلك نحن أيضا سوف نتحرك إلى الأمام. ثم هنا لدينا الجنرال، سوف أقوم بإرسال الجنرال إلى قرب المدينة، أو ربما أرسله إلى 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 نعم سوف أرسله إلى هنا أفضل حتى أحميه من الحرب. أظن أن الجيش الذي قمنا باستخراجه يكفي لمواجهة الجيش الآخر، لذلك سوف هنا سوف أرسل الجيش الآخر لاستكشاف ما يوجد في هنا بالأسفل حتى لا يهجم علينا أحد ما. سوف أرسل هذا الجيش ليقوم بحماية المدينة الجديدة التي سيطرنا عليها. ثم هنا نقوم دائما باستخراج الجيوش، نتركها هنا لكي يعني نستخرجها هكذا. دائما لا نترك هذه الدوائر فارغة، يجب دائما أن نملأها. كلما ضغطنا على مدينة يجب أن نملأ تلك الدوائر. نعم مثلا هنا دائما نترك بناء ونترك الجيش في كل مدينة نقوم بتلك الأمور، ثم أقوم بإنهاء دوري حتى يحين دور الأعداء في تحركاتهم. الآن سوف نستطيع أن نتحرك مرة أخرى. الآن حان دورنا مرة أخرى، إذن سوف نقوم ب أظن بأن الجيش سوف يقف هنا، لذلك سوف آتي بالدبلوماسي وأضعه هنا حتى أستطيع أن أكتشف ما يوجد في هذه المنطقة السوداء التي لا أستطيع أن أعرف ما يوجد فيها. إذن سوف آتي بالدبلوماسي، سوف أضعه هنا كي أراقب المكان. رغم أنني لو وضعت هنا برج فسوف يكون أفضل، البرج يقوم ب يعني استكشاف لك جميع يعني منطقة واسعة، ليس مثل الدبلوماسي فهو يكشف لك فقط المنطقة الصغيرة التي يوجد التي توجد بقربه. إذن هنا سوف أقوم بتحريك الجيش الخاص بي كي أتصدى لجيش الأعداء الموجود هنا بالأسفل. إذن هنا يمكنك أيضا شراء هذه الآلة بواسطة الجنرال، ولكن هذه الآلة سوف تقوم بالبطء للجيش، يعني أن تتحرك لمسافات واسعة إذا قمت بشراء هذه يعني أو إذا كانت لديك هذه الآلة، لكن لا بأس، نحن أنا الجنرال لن يذهب إلى أي مكان، لذلك سوف نضعها أو نتركها في مكانها. الجنرال سوف أحركه للأمام. ثم سوف أنشئ هنا برج آخر. انظر الآن بعدما وضعت هنا البرج، انظر استطيع أن أشاهد جميع ما يوجد يعني منطقة واسعة استطيع أن أشاهدها الآن. ثم هنا لدي جيش سوف أرسله ليقتل هؤلاء الانقلابيون، سوف أهجم عليهم للمرة الثانية. لا أستطيع أن سوف نرى إذا لأن هناك مدينة جديدة. انظر هذه مدينة خاصة بالروبيليون أي الانقلابيون، ذلك هذه المدينة سوف نقوم بخطفها منهم، سوف نقوم بالسيطرة على تلك المدينة. سنرسل هذا الجاسوس ليعطينا معلومات موجودة في تلك المدينة، أكيد سوف لا نستطيع أن نتحرك، لذلك سوف أقوم بإنهاء دوري كي نعم هذه أيضا نقطة مهمة جدا. إذا ضغطت مثلا هنا معلومات أخرى مهمة في غاية الأهمية، مثلا هنا يعطونك المهمة، هنا يعطونك المهمة التي إذا أنجزتها تربح الذهب بشكل كثير. مثلا هناك يقول لك أن تسيطر على
مدينة كذا ومدينة كذا، يعطيك أسماء المدن، يقول لك سيطر على 20 مدينة في ظرف وقت كذا، ثم سوف تربح الذهب، يعطونك الذهب. إذن هنا يعطونك مثلا، هنا يعطونك توجيهات المغامرة. مثلا يقول لك إذا أنجزت كذا وكذا سوف يعني تربح الكثير من الذهب، يعني بشكل أسرع. هذا إذا كنت لا تريد مثلا تستعمل الغش. وأيضا هنا في الخريطة يظهر معك، يعني تظهر معك المناطق الأصلية لشعبك، يعني منطقتين فقط، ولكن أنت تستطيع أن تقوم بتوسيع إمبراطوريتك والسيطرة على جميع ما، يعني في تسيطر على العالم كله وتنشئ إمبراطوريتك في اللعبة، وتصبح أنت هو الإمبراطور الكبير في مكان جنكيز خان. إذا هنا إذا دخلت إلى هنا سوف ترى مرة أخرى معلومة مهمة جدا. إذا دخلت إلى هنا سوف ترى بأن هناك 3 صفوف في كل، يعني في كل جيش هناك 3 صفوف. ماذا تعني هذه الصفوف؟ وهنا تظهر معك كل الجيوش الموجودة بالخريطة، يعني كل الجيوش التي سوف تضطر في اللعبة لمواجهتها و يعني إدابتها أو قتلهم جميعا كي تستطيع أن تكون الإمبراطور. إذا مثلا إذا وجدت، إذا هذا هو جيشنا مثلا. الخانة الأولى هي الألايز، الألايز يعني المتحالفين، هم الأشخاص الذين تحالفوا معنا أو الذين تحالفنا معهم. ثم الخانة الثانية للأعداء، هي خاصة بالأعداء، إذا هؤلاء هم أعداؤنا الروبيليون، وهذا يعني تلك العلامة الخاصة بالروم. الروبيليون دائما تجدهم هم أعداء كل الجيوش، لأنهم مجرد انقلابيون، يعني مجرد أناس عاديون ينقلبون إليك في وسط مدينتك، فينقلبون عليك ويرغبون بتنحيتك وتنحية حكمك. لذلك فنجد الروبيليون أو الانقلابيون هم أعداء جميع الدول الموجودة في اللعبة. ثم هنا أيضا مثلا جيش الهانس، هنا لديه أعداء، لديه هذا العدو بعلامة الحصان. ثم هذا مثلا لديه ألايز، يعني لديه متحالف، وإذا كان لديه متحالف يعني بأنه عدو لنا أيضا. إذا كان متحالفا لعدونا فهذا يعني بأنه هو أيضا عدو لنا. ثم هنا كما قلنا الصف الثاني، إذا الصف الثاني هو لأعدائه، يعني أعدائه. ثم الصف الثالث، لم أذكر الصف الثالث، هو البروتكتور، والبروتكتور يعني تقوم يعني بحمايته أو يقوم بحمايته. الصف الثالث يعني البروتكت يعني الحماية، يا إما تقوم أنت بحماية جيش ما أو جيش ما يقوم بحمايتك بطبيعة الحال بالمقابل، مقابل الذهب أو مقابل أشياء، يعني الذهب بطبيعة الحال، الذهب مقابل الذهب أو مقابل إعطائك أرض خاصة بك، يعني مدينة أقصد. إذن هذه هي قائمة، هذه هي قائمة، يعني هذه هي معلومات هذه القائمة. نجد في كل جيش لديهم قائمة فيها 3 صفوف، التي هي التحالف، الأعداء، ثم الحماية. 3 صفوف لكل جيش حتى تستطيع أن تتعرف على كل جيش ما، يعني قبل أن تتحالف أنت مع جيش ما عليك أولا أن تدخل إلى هذا المكان وتعرف بأن هذا الجيش هل هو متحالف مع شخص ما، ما هي يعني أعداؤه، من هم أعداؤه قبل أن تقوم بالتحالف معه. مثلا إذا نظرت إلى هذا الشخص، إذا ضغطت إلى هنا أعطناك التفاصيل. ثم يعني هذه النجوم تعني، هذه النجوم أيضا مهمة جدا، لأن هذه النجوم تعني ماذا؟ قوة الجنرال. إذا كانت النجوم كثيرة فهذا يعني بأن الجنرال قوي جدا وأن جيشه قوي جدا. وإذا واجهت جيش بنجوم كبيرة فهذا يعني بأنها جيش قوي. أما إذا كانت النجوم يعني
منخفضة فيعني بأن الجيش ضعيف. لهذا يعني الجنرال يعني فاللعبة أيضا الجنرالات التي لديك يعني تكون لديهم تلك النجوم، يعني كلما ربح الجنرال في حرب يربح تلك النجوم. وأيضا في أيضا القاتل الجدادي هذا النظام أيضا في القاتل والدبلوماسي والجاسوس، أيضا كلما نجح في عملية تتم ترقيته يتم ترقيته ويزداد قوة ويزداد يعني حرفية في مهنته وغير ذلك. ذلك نجدهم هنا ونجد أيضا مدى قوة كل شخص منهما. طبيعة الحال ثم لدينا قائمة أخرى ليس هذا المكان، لدينا قائمة مثلا إذا ضغطنا على هنا هنا يعطيك الرانكين يعني ما هي مرتبة جيشك عالميا يعني في عالم اللعبة مرتبة جيشك. والجيوش كل الجيوش الموجودة في اللعبة هي متجمعة هناك. ثم لدينا شجرة العائلة، شجرة العائلة هي بطبيعة الحال هي شجرة عائلة مملكتك الخاصة وإمبراطوريتك الخاصة. الجنرال الذي خرج لنا للتو وتزوج ابنتنا نحن يعني تزوج ابنتنا نحن فأصبح جزء من العائلة. ثم لدينا هنا أيضا هذه العائلة، لدينا طفل مزداد بالعائلة يعني هذا الطفل سيكبر مع الوقت سوف يصبح جنرال كبير هو أيضا. ثم هكذا تستمر الحياة وتكبر شجرة العائلة. طبعا عليك أن تحافظ على شجرة عائلتك حتى لا تخسرهم جميعا، وبالتالي تحتاج إلى جنرالات أخرى ذلك. إذا شجرة العائلة يعني هذه هي شجرة العائلة. طبعا إذا نعود إلى الحرب، ثم هنا بعض الخصائص بعض الأشياء. This scroll lets you view important information about your faction, including your progress through the game and battle statistics. In addition, إذا في كل نافذة نجد علامة استفهام التي تعطيك تفاصيل وتشرح لك القائمة. You can view your faction's family tree from here. You can also change your faction's heir by selecting a portrait and clicking on the laurel button on the. إذا كلما دخلت إلى نافذة لا تعرف ماذا تفعل منها ولا تفهمها فقط اضغط على السهم. سوف يشرحون لك ذلك يعني القائمة وبما تنفع وما. ثم لدينا هنا التاريخ، كما ترى هنا هذه الحسابات الموجودة هنا بالأسفل. ثم لدينا هنا في هذه الشمس تعني الجو أو يعني الشتاء أو الخريف أو الصيف وغير ذلك يعني المناخ. إذا تلك علامة الشمس تعني الصيف، إذا نحن الآن في فصل الصيف إذا نعود إلى أرض المعركة وسوف نقاتل ونقاوم. إذا كنت مثلا تريد أن تنتقل بين مدنك فقط تضغط على السهم. إذا كنت مثلا لا تريد أو تأخذ وقتا كبيرا في البحث عن المدينة من مدنك فقط تضغط على السهم وسوف تنتقل فيما بينهم. مثلا إذا أصبحت لديك مدن كبيرة سيطرت على مدن كبيرة سوف تكون غير مرتاح في البحث عن جميع المدن واستخراج الجيوش في جميع المدن إلى غير ذلك، فقط تضغط على السهم ثم تنتقل من مدينة إلى أخرى فقط بالأسهم ثم لدينا هنا أيضا شيء مهم جدا هو الإدارة. مثلا إذا كانت لديك مدن كبيرة سيطرت على مدن يعني كثيرة ويعني ليس لديك وقت لإدارة جميع المدن فتضغط على أوتوماتيك مانجر هنا أوتوماتيك مانج يعني يقوم بإدارة تلقائية. ثم إدارة تلقائية هنا تأتي تختار
هذه الإدارة التلقائية فيما تريدها؟ تريدها في البناء فقط أو تريدها في الجيوش فقط؟ مثلا أنت تريد أن تخرج الجيوش بيديك ولكن تريد البناء أن يكون تلقائي، ف يعني تترك هنا يعني تلعب على هذه الأشياء التي بالأسفل، التي بالأسفل تعني الجيش، والتي بالفوق تعني البناء. فقد تطرق العلامة أو تزيل العلامة وتطرقها فيما إذا كنت تريد أن تجعل المدينة كلها بإدارة يعني بإدارة تلقائية، فقد تضغط على أوتوماتيك. هنا نستطيع أن نقتل هؤلاء الذين يقفون في طريقنا. مرة أخرى لا نستطيع الهروب، سوف نضغط على قتال تلقائي لأن جيشنا سوف يفوز. طبعا لأن جيشنا يتكون من 1700 إلى غير ذلك، ثم أما حجمهم فحجمهم صغير جدا، إذن طبعا لقد قتلناهم ولقد يعني قتلناهم جميعا، لم يهرب منهم أحد. الآن سوف نتجه للسيطرة على هذه المدينة. إذن هنا سوف نشرح أهم شيء في اللعبة أيضا، وهو حصار المدينة. دائما تضغط أولا على هذه بناء الآلة. بناء الآلة هذه الآلة تبدو يعني هي التي تقوم بكسر البوابة، تقوم بكسر البوابة، لكن فقط البوابة المصنعة من يعني من الخشب. أما يعني تلك القلعة الكبيرة ف تكون قوية جدا ولا تستطيع يعني إذا تضغط على السج لكي تقوم يعني الآن قد قمنا بالحصار على المدينة. بماذا يفيد الحصار؟ الحصار يفيدك في أنه تقوم ب يعني مثلا هنا يقول لك بعد 6 أدوار سوف يستسلمون، إما أن يخرجوا لقتالنا أو سوف يستسلمون ويعطون المدينة بدون قتال. ثم هناك يعني هناك يمكنك القيام ب يعني الحصار مثل ما فعلنا الآن، وأيضا فك الحصار على المدينة. يمكنك أيضا فك الحصار، كما يمكنك أن تقوم بحصار مدينة ما ثم تطلب الفدية من أصحاب مثلا المدينة أو الجيش الذي ينتمي إليه، فربما يدفعون لك مقابلا تتركهم بسلام. إذن الدور التالي الآن سوف نستطيع أن نقاتل. مثلا ننظر، لو لم نقم ببناء هذه الآلة فلن تظهر معك يعني الخانة الموجودة بالوسط، وهي خانة الهجوم، وهي خانة الهجوم. يمكنك أيضا يعني بناء السلالم وغير ذلك للحرب. إذن هذه هي الأيقونة الوسط، اضغط عليها مباشرة للقتال. طبعا الحال يمكنك قتال التلقائية وقتال على الخريطة، لأن نحن سنقاتل على الخريطة، ندخل مباشرة القتال على الخريطة. I promise you that. I also promise you the war and company. إذن الجنرال هنا يقوم ب But before any of that, there's something I'd like you to do for me. يعطى نصائح للجيش. أيوة الجيش الفتاك، يجب عليكم أن تقاتلوا بكل صلابة، أيها الجيش القوي. نحن الآن في اجمعوني أيها الجيش. هذا مستشار، اسمعوا، علينا أن نقوم بفتح هذه المدينة باسم الله تعالى. هؤلاء الكفار لقد دعاتوا فسادا في أرضنا. إنهم يقتلون الأبرياء أيها الأخوة. الله أكبر، سوف نقاتلهم وسوف نذبحهم، هؤلاء الكفار اللعنة. اتجهوا أنتم للأمام، أنتم قفوا هنا. ها
أنتم سوف أرسلكم إلى أحد فيكم، أقصد إلى نصركم. اذهبوا على بركة الله، اهدموا بوابات القلعة، هيا بنا. انظر إلى جيشي القوي، انظروا إنهم يتجهون ويدفعون الآلة. هذه هي الآلة التي قمنا ببنيتها في أول، التي بنيناها سابقا. انظر كيف تبدو، هذه يمكنك حتى أن تكسر بها البوابات الموجودة في القلعة الكبيرة، لكن القلعة الكبيرة فيها حراس يضربون بالسهام بشكل مكثف، لذلك سيقتلونك قبل أن تقوم بكسر البوابة. لذلك القلعة الكبيرة تحتاج منك إلى الآلات، يعني آلات متطورة وآلات كبيرة، يعني كآلات كبيرة أو كثيرة حتى تستطيع أن تقتحم قلعة كبيرة. لكن لدي يعني كود سوف تستعمله لكي تقوم بكسر البوابة وكسر يعني المتعة فقط. إذا الآن سوف نشاهد مثلا معا هنا كيف يبدو الأمر. إذا هذه الآلة تقوم بكسر البوابة كما ترى معي، أكاد تتم العملية. انظر البوابة وشكت على الفتح، يعني انظر إذن جيشي يقوم الآن بضرب البوابة لكسر الباب والدخول، إنه جيشي العظيم. لقد دمرتهم بالتراجع، هيا تراجعوا حتى أستطيع أن أريكم الكود الذي سوف تستعمله كي تكسر أي بوابة. يعني لكن دائما سوف تحتاج إلى بناء الآلة قبل أن تدخل إلى كسر أبواب البوابة أو قبل الهجوم على القلاع. لذلك سوف الآن أعطيكم الكود، سوف أعطيكم الكود. إذن أسفل إيشاب، تضغط على أسفل إيشاب ثم تكتب هنا جوريشو كما هو مكتوب أمامكم، ثم تضغط على إنتر. كلما ضغطت على إنتر تسمع البوابة تنكسر، تضغط على السهم الفوق على لوح المفاتيح ثم إنتر مرة أخرى، السهم الفوق ثم إنتر، هكذا ثم سوف تسمع الآن البوابة تنكسر. هكذا يعني تكتبها مرة أخرى، تضغط على إنتر يتم كسر البوابة كما ترى معي هنا في الصورة، يتم كسر البوابة الآن. انظر في الصورة قد تم كسر ليس جانب واحد فقط من القلعة، بل تم كسر تقريبا جميع جوانب القلعة من جميع الجهات. إذن سوف نستطيع الآن الهجوم، سوف أجمع الآن الجيش الخاص بي للهجوم على القلعة. طبعا الآن لن أقوم بإدخال الجنرال، لأن الجنرال يكون مهم جدا، لأنه إذا مات الجنرال فسوف يخاف الجيش يعني بجامعه، يعني كله سيخاف. ذلك سوف أترك الجنرال خارج المعركة، سوف أهجم فقط بالجيوش الآخرين. إذا حتى يجري يعني الجيش تضغط على تلك الساق الموجودة بالصورة حتى يعني تأمرهم بالجري، وكأنني الآن أمرتهم بالجري، قلت لهم هيا أسرعوا اجريوا عليكم بالجري. انظر إلى الجيش الآن يقوم بالجري، الآن هو يتوجه إلى القلعة ويدخل من الأماكن التي كسرناها ويواجه ويقاتل. انظر إلى هذا الجيش، الجيش الآن هنا في يعني في مواجهة هؤلاء. هذا النصف سوف أمره بقتال هؤلاء، ثم هذا النصف الآخر أمره بقتال الجيش الآخر حتى لا يصير هناك تشتيت أو. إذن لقد هرب
لقد هربت الأحصنة، أحصنة الجيش، الجيش الآخر، وهذه فرصة، فرصة لكي يقوم بإرسال جيشي إلى يعني الفوق، سوف يرسله إلى الداخل. لقد أرسلته إلى الداخل، أو إذا كنت يعني إذا كنت تريد مرة أخرى يعني أن تأمر جيشك بالجري، فقط تضغط مرتين على المكان الذي تريد أن يجري إليه. إذا ضغطت مرتين متتاليتين دوبل كليك، فسوف يجري الجيش، سوف يقوم بالجري. عملية الجري يا صديقي، ألا تعرفها؟ طبعا. إذا الجيش يتقدم الآن كما ترون، يدخل الجيش من البوابة، جيش ساحق لسحق الأعداء ولسحق هؤلاء المتمردون الذين تمردوا علينا وقاموا بخطف مدينة من مدننا. ونحكم الآن، سوف نذيقهم الآن طعم التمرد والخيانة التي ننظر إلى جيشنا الساحق الذي قمنا باستخراجه من مدننا. انظر إلى هذه المدن التي نقوم ببنائها. الآن ضغطت على هذا الجيش ليهجم. انظر الآن، انظر إلى الحرب. الله أكبر، الله أكبر، هيا يقتلوه، يقتل هؤلاء الأعداء الذين لا يرحمون الضعفاء والفقراء. انظر إلى شجاع، لدينا شجاع في المعركة. قد هجم وحده إلى الجيش. هيا اقتلوهم، هيا. يقول لك بأنه اقتربت من الفوز. وانظر كم عدد الجيش والجيوش الخاصة. انظر لحد، انظر لهذه الحرب. هذا العالم يمكنك أن تشاهد الحرب عن حرب. ذلك الجنرال، لقد قتلنا جنرالهم الخاص. انظر، لقد عندما قتلنا جنرالهم الخاص هربوا منا، أصابهم الهلع والخوف. اقتلوهم هيا. انظر إلى هذا الجيش الساحق، انظر إلى هذا، هذه المواجهة الساحقة. انظر إلى أحسنتنا القوية، انظر انظر انظر. ولما يعجبني في هذه اللعبة هو هذه المواجهة، انظر. جيشنا من الأحسنة قد أصابه الخوف من هؤلاء الجيوش، لكن ما زال لدينا جيش قوي جدا. انظر، لم نخسر بعد، بقي لدينا الكثير من الوحدات العسكرية. أمرت نصف الجيش للقدوم إلى الأمام، والنصف الأول سوف أطرقه لمواجهة الجيش الأمامي، والنصف الأخير سيوجهه الجيش الأخير الموجود هنا. انظر، انظر إلى التضحيات، انظر إلى القتال، القتال الشديد بين الفريقين، من سيفوز؟ انظروا، إن المباراة. هناك جيش لنا، لقد غفلناهم وأتينا من ورائهم. انظر، جيشنا قد أتى من الوراء والآن يهاجم، من الخلف ونقتلهم ولم نترك لهم مجال الهرب. انظر، انظر عدد الجيوش الخاصة بنا القادمة، انظر الالاف من الجنود من طرف طرفنا ما زالوا احياء ويهجمون بقوة. انظر، جيشنا الخطير يتجه
ويقتل الأعداء. انظر واو، قتال شرس جدا يا اعزائي سادتي. اذا هذا الحرب انها حرب لفتح هذه المدينة، مدينة المتمردين واللصوص والمجرمين. انه حان وقت فتح هذه المدينة الرائعة. انظر، لم يتبقى سوى القليل. خذوا هذه وهذه أيها المجرمون الحمقى، لم يتبقى أحد. لقد قتلناهم جميعا. لقد فزنا. انظر الراية وضعناها في ساحتهم، لقد فزنا الآن ولم يتبقى منهم أحد. انظر، صفر يعني ناجي، لم يتبقى منهم أحد، مات الجميع. أحسنتم أيها الجيش العظيم، وسوف يذكركم التاريخ مدى العمر والحياة. نعم، هكذا تبدو المعارك الخاصة بالقلاع. طبعا اذا بعد ان تقوم بالسيطرة على المدينة يعطونك ثلاث خيارات مهمة جدا. الخيار الاول الذي يعتبر يعني خيار ان تقوم بقتل جميع ما يوجد في المدينة، ان تقوم باستعباد ما يوجد في المدينة، ثم الاختيار الاخير الاختيار الاخير هو قتل جميع ما في المدينة، والاختيار الاول هو ترك المدينة فارغة والرحيل عنها. بطبيعة الحال نحن سنقتل جميع ما يوجد في المدينة حتى فقط لنريد قتل جميع. اعذروني لكن نعم انه صوت بشع جدا، اعذروني لكن لست شريرا، ولكن مجرد لعبة، لا تواخذوني على هذه. أنا آسف جدا. إذن عندما تسيطر على مدينة جديدة، كل ما عليك أن تقوم به وأن تقوم بهدم أو بهدم أو تدمير يعني المعبد الخاص بهم. إذن سوف نقوم بهدم المعبد الخاص بهم، سوف نقوم ببناء تقوية البناء، نقوم باستخراج الجيوش في هذه المدينة. اذا نتجه الى البناء، سوف نبحث عن المعبد، ما هو المعبد. لنقوم بتدمير فقط المعبد، ليس كل الابنية. اذا هذا هو المعبد، سوف نقوم بهدم هذا المعبد. فقط نضغط عليه بيمين الماوس حتى تظهر لنا هذه القائمة، ثم نضغط على هذا. إذن الآن قمنا بتدمير ذلك المعبد، الآن سوف نقوم ببناء المعبد الخاص بنا. سوف نتركه هنا ليقوم ببناء المعبد، ثم بناء السور أو إصلاح السور. وأيضا علينا نقوم ب أيضا سيكون علينا القيام ب يعني يقول لك هنا نعم هذا التكس هنا تقوم بالسيطرة على معدل الضرائب. معدل الضرائب دائما تتركها في لو، يعني في منخفضة، يعني معدل الضرائب منخفض. لماذا؟ لأننا لا نحتاج الذهب إذا وضعت كود الخاص بالذهب، فأنت لا تحتاج الذهب، لذلك فقط تضع لو يعني تقوم دائما بوضع لو، أي الضرائب تكون في وضعية منخفضة حتى يكون الناس أو الموجود يعني المواطنين الخاص بك سعداء، ويعني سعداء جدا
ذلك عليك لا تقوم برفع الضرائب، دائما تجعل الضرائب منخفضة حتى يكون الناس يعني سعداء معك في تلك المدينة، لأنهم إذا كانوا غاضبين جدا فقد ينقلبون عليك وتصبح مرة أخرى مدينة خاصة بالمنقلبين، ويروح لك ويصبح جيشك كله من المنقلبين أو كل أفراد يعني المدينة ديك يصبح منقلبون يعني وتضطر إلى قتلهم مرة أخرى وقتالهم. أيضا نقوم هنا بإعادة تدريب لوحدات غير مكتملة، مثلا وحدة فيها 120 وأصبح فيها 20 فقط، فعليك أن تقوم بإعادة تدريبها روترين يونيتس حتى تستطيع يعني أن تقوم بإعادة تدريبها. إذن هكذا هي لعبة روم توتال وار. إذا وكي تقوم بتسجيل اللعبة، لأن دائما لابد أن تقوم بتسجيل اللعبة، كل ما عليك القيام به لكي تقوم بتسجيل اللعبة تضغط على إيشاب ثم تضغط على سيف جيم، ما لا نضغط على إيشاب ثم سيف جيم كما هي مكتوبة هنا. بعد ذلك هنا تكتب اسم، إذا كنت تريد أن تكتب أن تضغط فقط هنا أو تكتب اسم مغامرتك، مثلا تكتب في اي اسم تريد، مثلا اكتب انا امبراطور ياسر، ثم مثلا هكذا في سبيل المثال ثم اضغط على سيف جيم اي تسجيل اللعبة. الان تم تسجيل اللعبة بنجاح، لماذا؟ حتى تستطيع ان تكمل مغامرتك فيما بعد، يمكنك اغلاق جهازك والعودة فيما بعد ثم اكمال مغامرتك حيث تركتها تماما. لابد ان تقوم دائما بتسجيل اللعبة حتى لا تخسر. إذن كيف تعود وتكمل مغامرتك؟ بطبيعة الحال لا تدخل إلى هذا المكان، بل تعود للوراء ثم تختار لود جيم، تضغط هنا على لود جيم، ثم بعد ذلك تضغط على لود كومبين جيم، ثم هنا ستجد الاسم الذي وضعته سجلت بمغامرتك، تضغط به مرتين، تضغط عليه مرتين لتدخل الى نفس المكان الذي تركت فيه اللعبة حتى تكمل عليها، يعني حتى تكمل مغامرتك حتى تصبح امبراطورا سيطر على جميع دول العالم، سيطرت على جميع المدن الموجودة في ولاية. لا تنسوا الاشتراك والضغط على لايك أسفل الفيديو. شكرا لكم على المشاهدة.